نوعى الأول الوعي ولا السعي؟ مين قبل مين؟ طبعا الإجابة بديهية، كلنا هنقول طبعا الوعي الأول، نفهم وندرك ونشوف الدنيا وبعدين نسعى بقى ونتحرك. حتى المدرسة يا أخي الأول بنخش المدرسة وبعدين بنشتغل، صح إجابة بديهية، بس مش ده اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل أصلا إن إحنا ما تعلمناش كويس ومفيش تعليم على وجه حقيقي في بلادنا، فبتكون النتيجة في كل بلادنا العربية، فبتكون النتيجة إن بيحصل العكس، إن إحنا الأول بدل ما الوعي وبعدين السعي يحصل حاجة عكسية، إن إحنا ابقى اسعى وبعدين ابقى اتعلم بعد ما تسعى. فيحصل ايه؟ فيحصل ان احنا بنتعلم في الزبون. الزبون ده كل واحد ونصيبه، الحلاق يتعلم في قفا الزبون، والميكانيكي يتعلم في عربية الزبون، والدكتور يتعلم في بطن الزبون، واللي خد رخصة وهو لسه مش متعلم لكن كده يعني على طول اما خلص وخد الرخصة ونزل يسوق هيتعلم فين؟ في ناس بتموت. تكون النتيجة ده كله إيه؟ الطريقة اللي إحنا عايشين بيها، نتيجة الطريقة اللي إحنا عايشين بيها إن إحنا نعيش بحاجة اسمها الفهلوة. الفهلوة حرام، لأن الفهلوة بتؤدي لنصب واحتيال، والنصب واحتيال يعني فلوسك حرام. لو عملت حاجة واشتغلت في حاجة وإنت مش فاهمها ومش متدرب عليها، ولو حتى كشك صغير هتفتحه، فلوسك مش حلال، لأنك غصب عنك هتلاقي نفسك بتسرق الناس، لأن دي ثقافة سرقة واحتيال. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، بس هي دي الحقيقة يا جماعة. إحنا عايشين بثقافة الفهلوة، بس للأسف في حاجة تانية، إن ثقافة الفهلوة امتدت من الحياة للدين.